زي نهاركم مبروك، كونوا معكم ديما. في قلب الحدث البارح أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، موعد واضح. معنا سي محمد تيليمانسري عن ليزي، حابين نرجع معاه مانتونون كو عندنا اون دات كلير. شنو هو كيفاش الرزنامة دونك من الموعد هذاك؟ هذا هو السؤال اللي حابين نطرحوه اليوم الصباح. شنو هي المحطات؟ صباح النور، شكرا قبولك دعوتنا وتفاعلك معنا اليوم الصباح. صباح الخير، مرحبا سي وسيم، ومرحبا بكل مستمعي مشاهدي اكسبريس اف ام. شكرا لك، شكرا تفاعلك معنا. اذا موعد واضح الان عندنا 6 اكتوبر هو موعد الانتخابات الرئاسيه، يعني من الوقتها شنو هي الرزنامه؟ هو في الواقع كما اكدنا احنا في عديد المناسبات، وانا شخصيا تدخلت واعطيت، وانه الاجال القانونيه الدستوريه هي تقريبا تنحصر في 3 مواعيد اللي هي 6 و13 و20. بطبيعه الحال احنا كهيئه انطلقنا فعليا في الواقع، عندنا برشا في المسار نتاع الانتخابات الرئاسيه، انطلقنا في حتى عمليات التحيين، وبطبيعه الحال لانه الشرط الشكلي الوجوبي بالمقتضى الامر نتاع دعوه الناخبين يبقى دائما شرط شكلي وجوبي للمصادقه على الرزنامه، وهذا اللي صار. رئيس الجمهورية أصدر أمر دعوة الناخبين بصفة رسمية يوم 6 أكتوبر اللي تبقى في الأجالة الدستورية وفي الأجالة القانونية وفقا للدستور والقانون الانتخابي اللي نص أن الانتخابات لازم تجرى في 3 أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية، وهذا اللي صار. بعد أن أصبح الموعد معلوم بصفة رسمية بمقتضى أمر الدعوة، يعني رئاسة الجمهورية تحدد الموعد وهيئة الانتخابات تصادق على الرزنامة، هذا شنو باش يصير توا بصفة رسمية على ضوء 6 أكتوبر. غدوة الحي مجلس الهيئة بصفة رسمية سيجتمع للمصادقة أولا على الرزنامة بتفاصيلها، يعني بدءا بالترشحات مرورا بالحملة إلى يوم الاقتراع، لأنه مبدئيا 6 أكتوبر هذا يعني، وأنه بعملية حسابية 5 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي، ايام 4 و5 و6 بطبيعه الحال هي باش تكون مخصصه للانتخابات في الخارج، ويوم 6 هو يوم الاقتراع في الداخل. مبدئيا معنا كتواريخ كبرى 13 سبتمبر تنطلق الحمله الانتخابيه، لانه قبل ب 21 يوم هي من الموعد الانتخابي. هذه هي في التفاصيل الكبرى، غدوه الحي المصادقه الرسميه على الرزنامه، وفي نفس الوقت بطبيعه الحال مجلس الهيئه باش يصادق كذلك على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسيه اللي هو جاهز وحاضر الواقع بعد التداول في عديد النقاط والاتفاق في كل هذه النقاط، ومبدا ملائمته خاصه لانه يعني نفس القانون الانتخابي بدون تغيير، لكن باش يوقع ملائمه هذا القرار الترتيبي مع الشروط الثلاثه الجديده اللي وردت في الدستور اللي نعرفها الكل، هي السن والجنسيه والتمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه، باش يوقع ملائمه هذه الشروط مع الدستور باعتبار وفقا لمبدا دستوريه القوانين، يعني كي نحكوا على دستوريه القوانين معناها بما فيها القوانين الاساسيه والعاديه والقرارات الترتيبيه والى اخره، هذا هو باش يصير ان شاء الله غدوه. باش تدخل المجلس الهيئه بطبيعه الحال على الساعه 7 مساء ندوه صحفيه ونقطه اعلاميه للحديث عن تفاصيل هذه الرزنامه، وكذلك لتحديد الشروط الوارده للقرار الترتيبي على ضوء الدستور الجديد. واحنا انطلقنا فعلا انطلقنا معنا واقعين وفعليين في الانتخابات الرئاسيه، الان باش تكون الانطلاقه رسميه وقانونيه بمقتضى المصادقه الرسميه على الرزنامه. عمليات التحيين متواصله، وتو بالعكس تو بعد هذه الرزنامه سيقع تكثيف عمليات التحيين عن طريق الفرق المتنقله، لعمليات التحيين المقصود بها هو إمكانية نتاع تغيير مركز الاقتراع، لأنه التسجيل أصبح آلي، الناس كلها مسجلة، وتونس هي دائرة انتخابية الكل، معناها ما ثماش إشكال في حتى اختيار مركز الاقتراع، لكن باش نمكنوا من التحيين باش كل مواطن إمكانه أن يغير مركز الاقتراع اللي يكون يتماشى ويتلائم مع تواجده يوم الاقتراع، يعني يوم 6 أكتوبر، باش تتكثف عمليات نتاع التحيين. وبطبيعة الحال غدوة الحي بعد المسابقة الرسمية نتاع المجلس تو تعرفوا معناها الخطوط الكبرى والتفاصيل بالنسبة للرزنامة الانتخابية مع
قرار ترتيب المتعلق بالشروط، مع الإضافة وأنه رو هيئة الانتخابات تقريبا في اجتماعات متواصلة في مداولات متواصلة المتعلقة ليس فقط بالقرار الترتيبي المتعلق بالترشحات، بل وكذلك حتى بالقرارات الترتيبية الأخرى المتعلقة بتمويل الحملة، المتعلقة بالحملة معناها مراقبة الحملة بوسائل التواصل الاجتماعي بوسائل الإعلام إلى آخره، كيفية الولوج إلى وسائل الإعلام بخصوص هذه الحملات، والاتباع باش يوقع الإعلان عليها والمسابقة عليها إن شاء الله بصفة رسمية، وباش نعلن عنها بالموقع بتاعنا وحتى بالتدخلات المباشرة بوسائل الإعلام إن شاء الله. واضح هذا هو بالاساس. دونك عطيتنا فكره على الرزامة. اقرب موعد اذا من الان تقريبا شنو يكون؟ هو باش نحدوا موعد تقديم الترشحات. هذاك باش يكون اول موعد اللي هو موعد تاع تقديم الترشحات، وباش تخضع غدوه الحي ان شاء الله المصادقه نتاع الرزنابة بصفه رسميه، اللي هو اقرب موعد نتصوره. ما زلنا مع الناس التفاصيل، لكن نتصور في بدايه اوت ان شاء الله، في اواخر جويليا باش تنطلق عمليه بدايه تقديم الترشحات غدوه حيث نعلن عليها بصفه رسميه. هذه الخطوط العريضه، لكن الثابت والواضح هو انه 6 اكتوبر موعد الاقتراع، 5 اكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي، 13 سبتمبر تنطلق الحمله الانتخابيه، في انتظار بقيه المواعيد باش نعلن عليها ان شاء الله غدوه بصفه رسميه ونصادق عليها ان شاء الله، مع الاشاره وان عمليه التحيين واختيار مركز اقتراع جديد راهي متواصله بكامل هيئاتنا الفرعيه. واضح واضح. نشكرك على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. خلينا نكون معكم في قلب الحدث. إذن أول موعد، أقرب موعد هو باش يكون فتح باب الترشحات اللي يكون تقريبا، قلت لي وقتاش مبدئيا؟ تقريبا مبدئيا بداية شهر أوت، بداية شهر أوت، ومن غادي تلقى المشوار حتى للي تحقوا بنا الآن ومازالوا ما سمعوش الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية نهار الأحد 6 أكتوبر 2024. شكرا لك سيد محمد.